والله أنا أعيش في وقت وفي لحظات يعني على مستوى راقي جدا من الاحتراف. أنا تأخرت قليلا عن التطعيم من بدايته لأن كان عندي كورونا ومصاب بها، ونصحني الأطباء أن أؤخر التطعيم لأن هناك أجسام مضادة موجودة وهي كافية يعني. فالحمد لله حتى جاء اليوم وقالوا لي تراك مسموح، أو قبل كم يوم وحددت اليوم.